السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم معاكي تشوفوا الفيديو ديال اليوم، قول السلام. المهم هذا الفيديو درنا باش نباركوا لكم العيد. كي جات شي دوز العيد وما نقولوش لكم مبروك العيد، ضروري نقول لكم مبروك العيد. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، الله يخلي لكم والديكم، باش ما كنتمنوا ان شاء الله النجاح كلشي. المهم حنا جينا دابا لواحد البلاصه باش ناكلوا، ما عرفتش ما ناكلوش، وبغينا نديروا هذا الفيديو باش نتوانسوا معاكم وتوانسوا معنا وما نغبروش عليكم. اوكي خليكم معنا في الفيديو ديالنا. حنا جالسين عندنا شي شي انسانة كنا نوضوا لي من هنا. شغل ناكل مختاروا لك شغل تاعك كتبغي العيد شي خاصك تاكل شي حاجه. كنت غادي نحطكم هنايا باش تشوفوا داك الشيء فهمتوا اونلاين. ها اش التليفون تما؟ لا ما خد خويا خد لي بال، خذي وحده تاخذ لي بوط. قولوا لنا نتوما في الكومنت كيفاش كيدوز عندكم العيد. حنا العيد كندوزو بحال هكا مع بعضياتنا، شريت شي حوايج العيد. استنى شحال جمعتي اليوم بلا كذب؟ عرفتي اختي حتى واحد ما عطاني الشريه حتى انا وحق وجهي. عرفتي ملي كنت صغيره كنت كنلعقه في العيد، شحال كنبقي كندير غير سطيله. دابا بقيت واحد المروج دايره في بلاصتي كنلعبو عندك كندخل فين كندير سطيله. شنو كندير سطيله؟ ضربنا عرفتي غير بنادم يقول لهم غادي تاكل كنحط لهم سطيله سطيله شناهي سطيله. هنا معنا فاتي كنبعد كنت كنبعد عليهم هما اللي جابوها فيها بحال على حدرها اللي خدت بجدراهم انا ما جاوهاش ناخذ انا. عرفتي كنت كندخل كنطلع معايا ب 500 درهم 1000 درهم للدار. عرفتي خويا كيقسمني عندنا الشارع ولا الدرب اللي النهار راك عرفتي هذاك النهار خويا كان كيخسر لي انا بوحدي النهار كامل وقالت لي الدار. عرفتي كنت كندير ما كان كيحضر لها نبط معايا سطيله من الدار كنت كنبيع لولد العائله واحد الحساب نقول له عطيك 5 درهم الحامل عطاني شي سطيله كيعطيها هذه هي. عرفتي كنت كندير واحد السطيله بقات شحال ديال الناس كتدخل كنت كلاع وعند الدار. دابا شنو بغات تاخذي؟ ناخذ الايمانسي بولي ما بغيتش ليا راه ما كنتش انايا. تاخذي شنو لي بولي؟ ايمانسي عمرك نسيت؟ لا بنين شنو ايمانسي؟ بحال هذوك وريني ما نبغيش انا. نوريكم الميري بلاش نوريكم الميري. عرفتي هاد العشية ديال العيد كتكون حامضة ولكن حنا خرجنا باش ما تجيناش حامضة. ياك فاتي إلا بقيتي في الدار مع العائلة كيكون واحد الجو كئيب العشية ديال العيد كيتقاداو ديك العشية تلقى كلشي ناعس والله عشية بحال معشقة. عرفتي يا ملعز كنتي كتدخلي في الساعة والله عرفتي يوم صح ما كاينش الدور معايا حتى درهم ايوا دوماج ما عقلوش عليا فاتي واحد المش تجي عندي ايوا انا سكران فاتي ما مسوقاش البنات فاتي قولي كوك اش سلمي على لينا سلمى بغات تهضر معاك قلت لك بان انا سريت حوايج العيد. هاي 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 غادي 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 وقف وري من الجلاب الراجل كيشوف فينا بتكتيك وقف وري من الجلاب سيري سيري لهي سيري شوف هادشي دابا صبحي يلاه داخله سيري ديري دير فينا سيري والله ما تحسن لي راسك كنت نعاود ندخل راه صوري سيري عرفتي كنتشوف اه سيري بحال غادي نتسنى شي واحد. شوفي سلمى بغات توريكم حوايج العيد يلا صافي. هاي 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 خبيت العيد الجاي نردان هاك ستي خبيع. شكرا شكرا انا غنتفضل معاك ما جيتش كنت صغيره كنت كنفرح بحال هكا صبر صبر فاتش ما شوفي سلمى شحال تعطاني سلمى مرفحه تعطينا فلوس العيد شرا وين بجمع ملقيتش لك 10 دراهم لقيتي درهم تبغي تعطينا فلوس العيد؟ رجعت لي درهم هكا صاحبتي فلوس العيد؟ انا خونا انت ما عندك انت غندور معاك سلام انا غدا دابا
مش فكرة عارفة لسي أبا جيلي شواتني عادي مش كنت خارج تمشي عند الناس كنت ضع عليهم عادي كنت الحلوة عادي في الأخر سلمى كنت دور معكم في انستغرام تخرج أبونا وعند سلمى في انستغرام ركش شادر معكم كل نهار دخلوا عند سلمى دخلوا عند الانستغرام في واحد عارفه ما عرفتش واش تصرفوا انت عيش ما بسيش اليوم الجلابه سمعوا سمعوا عيش ما بسيش اليوم الجلاب عيش ما بسيش اليوم الذكرى ياك اليوم الذكرى مولاي حنا ما بسيش الجلابه فاتش ديري فيها الناس بلاش باش نقول فاتش ديري فيها انا ماشي بلدي ما كنلبسش الجلابه خصي راسي كنلبس الجلابه وكما كنلبسهاش كنبغي نخرج لا صاحبي خصك تلبسي الجلابه عادي والناس تدخل كاين الجلالب كلاس ديال الخروج وما كيجيبش معايا ما كيجيو معايا ما كنرتاحش فيهم اصلا ما كنرتاحش فيهم الله الله يا ناس بايكو ديالي ديالي الله عرفتي شي وحده تشمل يديها قلت لك ها انتم شوفوا واش كدير ليا ديما بحال هكا ديما خاصك تاكل ليا ما كنتي قبل ما ندوق انا خصك لك الديكور ها هي البيتزا خدات سلمى بصحه حبيبه ولا ولا درت شي كندرا الزبيط شوف واش كدير هيا لي بات ديالي انا ها هو العسل ديال فاتشي فاتشي شبعانة قالت ضربة الفيسة صحة اختي الفيسة حسن ولا نشوحها شوفوا هادي اش كدير ليا هادي البلاصة كنا جينا لها شحال هادي وكاينة واحد الماكلة حال ودابا قالوا لنا بدلو الشيف وحنا نجيو زعمنا وجينا قال عليكم باش لينا فاتشي الام نتاع فاتشي ماما تفاتشي ديديك ديديك تحية لخالتي في مينا فينا ماما دابا شي ما خالتي كنديرو النصائح ديالك تحدي الايد انا ملي راجعه انا ملي نتقاد معاها تقاد معاها ندمتوش دابا خذوا لي بات اختي ديك الساعه علاش راه مشبغوني ناخذ انا لا بات نخرج تاكلها معايا انتي اللي قلتي لها ما تاخذيش بحالي بنينه بنينه والله نقول لهم سميتها البلاصه قول لهم واحد ما تقدروش بغيو تجيو كاينه في الولفه هاد البلاصه سميتها افود الناس اللي ساكنين في الولفه اصلا غيكونوا كيعرفوا راه معروف وعندهم لي بخي مناسبين ماشي غاليين كاع سمعت فاش كنت تحكي المطر مش خاصك تسوق الكاميرا مازال ما تابوناش تابونا شكرا حيت وصلتونا 12000 شكرا على لي كومونتي خزوينين ديالكم خطارة ما لا نبغيش طوروا طوروا تقدموا باش عندهم ماكلة واعرة انا ما ندمتش حيت تبعت الراي ديالك فهاد هذا اول مره ما كتحسش براسكم تقلقوا احيانا ما كتقلبوش ديما فاش كنبغيو نصوروا فيديو كتقلب شكون اللي وصل على خاطر انت كدير قال الصغار لجامعة حفظ العيد شو كدير سلمى سلام جمودي لبس عليكم بخير كلشي مزيان واخلي التليفون خاوي المهم نتوما بخير كلشي مزيان انا مابنتش عارف راسي مابنتش بزاف بغيت نقول لكم ميرسي بزاف عليكم مطر زوينين اللي كتبقاو تخليو ليا كفرحوني بزاف و شكرا بزاف وانا كنبغيكم وانا اللي ميساجي كنصور ريلاكس انا رسالة مش كوليت شو تديري كذاب عليا والله دخلت لا والو كذابه صح شي كاع ما كندير لك هادشي انا حتى انا كنخليتها كتشغل بالفيديو كتكون كذاب كندير الفرشه طبري بحالك طرين واخا كنت صاحبتي كلاس ما هادي كنت خاينه
شي واحد جوج د البنات حسبوني الاخوان ماشي مصلحه ما حضرني حسبوني فين مخليني ندور لك ولا تزيد ليك خلي تاكلني خاصك تدير لي الدغمه الاخيره انت غدير البيتزا الا ورينك غدير لها ما عرفاش كتحاول الديره المعز على التقميص بصحه صايبتي دابا ديك الكتور شناهي غنستي البيتزا ازيد لكم شي حاجه سمعتي واش بعث ازيد لك شي حاجه ولا بالك شوفوا الدراري الصغار بغاو يخلصوا علينا شي حاجه من عقينه ازيد لك شي حاجه ازيدك انا شكي هضره مع الدراري الصغار بغيت شوي اللي معايا ولا دير حياة الباك ناري ماشي عندكم تصرفوا كاش 5 درهم عرفتي غندير معاكم عندكم صرف نتوما صرفوا لي 20 درهم يلاه صرفوا ايوا لي زامي ديالنا اش كتعاودوا نتوما لاباس عليكم قولوا لينا واش نتوما لاباس عليكم ولا ما لاباس دخلوا دايره لكم اللايف في انستغرام ديال سلمى دخلوا تابوناو عندنا في انستغرام راه ديما كنديروا لي لايف دخلوا واو واو زعما انتيا ندخل سلمى ما ندخلش لك انتيا دابا خصني نغسل قبل ما نغسل سلمى لا في الفرن سلمى كنت تقدر تكون شبعانه واكله في الدار تقدر تمشي معاك تاكل عاوتاني بلاك كامل بلا ما تخلي فيه شي حاجه انت كتصف كتبقى تاكل حتى كتسخف كتسخف شنو كتسخف كتبقاش قادره تنظم مازال خا ولا واخا دكاك واش كتشبع كتجلس كيسلم ما كتبعش فيها وكان واحد الخطره كنا دايرين واحد ما عمرك عاودت في يوتيوب امتى شفت كنا في طرف البحر نير شوفي بروف ديال خويا اش داير ريان شطون قلت له خطر ليا الجمال ديالي اش طرا فاش مشينا في طرف البحر فاش بقيت كناكل حتى سخفت سلمى كتكون شبعانه سلمى تغداش في دارهم وجايه شبعانه كنقولوا حنا غادي ناكلو كتمشي تاكل كتكمل البلا ما كتخلي فيه والو وكتسخف لينا كتغيب ديك النهار باش كنا كنقول لك حتى كلشي كتسخف درت حدا يقول لي تبغى غير نرد مابقاش داكشي طاب ليا دابا غادي نمشي وصافي دابا غنمشيو المهم وقيلا سالي الفيديو باي باي عليكم تهلاو في راسكم ودرنا الفيديو واخا قصير غيجي وقيلا قصير ولكن باش ما نغبروش عليكم باش تبقاو تشوفونا باي باي عليكم مبروك العيد الله يدخل عليكم الصحة والسلامة طولة العمر هيا لبا فات بزعطة بزعطة يلا باي باي قول باي 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 شخصو ميديرو ها؟ شخصو ميديرو؟ شخصو ميديرو لايك وسبسكرايب ضروري ابوني وبارطاجي